عندنا أكثر من كيس من هاي الكيسز إحنا ممكن نتعرض إن نعملها بكل بساطة، شو ما كانت الكيس اللي إحنا عم نتعامل معها. إذا كان الإفكت اللي إحنا عم نحكي عنه بهذا الشكل، خلينا نشوف كيف ممكن نقدر نعمل. لو أخذنا بوكس راندوم اللي راح أشتغل هلا، وهذا البوكس حطينا عليه دايمنشنز وحطينا عليه سيجمنتس زي ما احنا محتاجين اذا كنا محتاجين، ورحنا على موديفاي، ومن موديفاير اوبشن اخذنا شيء اسمه تيبر، موديفاير اسمه تيبر. دائما بلاحظ في الموديفايرز لما اخذها بيطلع عندي بوكس حوالين الاوبجكت اللي احنا عم نشتغل عليه باللون الاورنج زي ما احنا عم بنشوف على هذا البوكس. لو رحنا على البارامترز راح نلاقي في عندنا شيء اسمه اماونت، في عندي شيء اسمه كيرفز بتهمني كثير طبعا، زي برضه الاكسس اللي كانت في البن، الليمتس اللي كانت في البن والتويست. لو رحنا على الاماونت وعملنا انكريز لهاي الاماونت راح نلاقي انه الايفكت انه هذا الموديفاير اخذ لي التوب لهذا الاوبجكت في هاي الحاله وعمل له. اذا بنتذكر بال 3 دي اس ماكس بالاديت بولي كان في عندي بالاديت بولي شيء اسمه اوتلاين على البوليجون، كان بكبر لي وبيعطيني هاي الريزلت. طيب لو رجعنا على الاديت بولي اخذنا هذا البوكس على سبيل المثال بهاي الصوره، اخذنا عليه اديت بولي، بعدين اخذنا رقم 4 اللي هو بوليجون، اخذنا هذا البوليجون سواء عملنا له سكيل اب يعطيني نفس الريزلت او عملنا له اوتلاين يعطيني نفس الريزلت. طيب شوف هذه وجود تيبر، ما دام انا بهالسهوله عم بقدر اخذ هذا الافكت من اديت بولي. فهذا وجود تيبر انه لو انا عندي بوكس لكن هذا البوكس انا بحاجه انه يكون في عليه جروفز مثلا، يعني بالاخر انا في عندي سيجمنتس على هذا البوكس. لو جينا على البوكس وزدنا سيجمنتس على الهايت مثلا ورحنا على ايديت بولي اخذنا رقم 2 اللي هي ايدجز اذا بنتذكر، اخذنا هدول ايدجز ناخذ فرونت فيو ليفت فيو واتس ايفر، واخذنا السيلكت بهاي الصوره اندو اخذ 1 2 3 4 5 نحكي له من السيلكشن اعطيني لو، هيعطيني هذا السيلكشن اللي احنا عم نشوفه. بعدين عملنا الجروفز المطلوبين، اذا بنتذكر كنا ناخذ اكسترود بالماينس بغض النظر كم الدايمنشن، نزيد الود اللي احنا بدنا اياه اعطاني الجروف المطلوب راح اخليه زي ما هو. طبعا في حاله اني بدي اياه كيرف راح اعمل تشامفر. طيب لو رحنا من الايديت بولي اخذنا تيبر، ومن تيبر بعدين اخذنا الاماونت اللي احنا بدنا اياها هيعطيني الايفكت المطلوب. لكن إذا بنتذكر إنه لو رحنا على إيديت بولي هي أخذنا كوبي، عملنا رايت كليك وديليت لهذا الموديفاير، أخذنا رقم 4 وهاي المرة كبرنا هذا البوليجون لأنه الإيفكت بس محصور للسيجمنت اللي بعد. فلو كنت أنا بدي الريزلت اللي على اليمين هشتغل في الإيديت بولي، لو كنت أنا بدي الريزلت اللي على اليسار راح أشتغل يوزنج التيبر. بيجي حدا بيحكي لي إنه طب أنا لو بلشت أصلاً عملت إيديت بولي بعدين كبرت التوب بعدين حطيت الهايتس على السيجمنتس اللي انا بدي اياهم، نحكي له انت هيك البروسس عم بتطور معك وانت في عندك حل اسلم لانك تستخدم التيبر بهذا المكان. طيب شو في عندي اوبشنز اكثر في التيبر، اللي هو لو مسكنا هذا البوكس رحنا على تيبر وزدنا الكيرف اماونت ونلاحظ شو عم بصير معي في الاوبجكت الموجود. لو اخذنا تيبر اماونت زدنا الكيرف هنلاقي انه على الهاي او على الاكسس اللي انا عم باثر عليه اللي هو الزي بهاي الحاله راح الاقي انه هو عم بعطيني انبعاج لهذا الاوبجكت سواء بالماينس او بالبوزيتيف. فلو انا زدتها بهذا الاماونت راح الاقي سوري انه الايفكت الموجود عندي بهاي الكاسه انا صرت عم بحصل عليه بسهوله. طب يحكي لي طب الفتحه الموجوده هون كيف بقدر افتحها؟ معناته انا بقدر ارجع احكي له انه في ايديت بولي اولا بقدر اخذ من ايديت بولي رقم 4، نتذكر انه في عندنا انست حتعطي اوفست لهذا البوليجون بغض النظر عن الاماونت حاليا، بعدين بحكي له اكسترود راح تعطيني ابيليتي اني انا اعمل اكسترودجن المطلوبه، اذا كنت بدي اياها مايل انا عندي ابيليتي اني انا اصغر البوليجون اللي تحت فراح يطلع مايل، بعدين عندي ابيليتي ارجع على التيبر وهي التيبر اعطيه الاماونت المطلوبه واعطيه الانبعاج المطلوب بهاي الصوره. فانا هيك صرت بحصل على الايفكت الموجود عندي بالصوره الموجوده بهذا المكان. طبعا بيجي بحكي لي الكيرز الابيرنس واتس ايفر، احنا ممكن ناخذها اما بالموديلنج الكيرز ممكن نحصل على الابيرنس او الكيرز كمان يوزنج الماتيريالز، بان انا اخذ اوبشن معين في الماتيريالز راح نحكي عليه ليتر.
طبعا عندنا ability ندخل على التيبر او اي موديفاير احنا عم نشتغل عليه، بنعرف انه في له sub options جزمه او center. بقدر انا احرك البوكس اللي هي الامونت اوف افكت upwards اور downwards. اوتوماتيكلي انا بلاحظ تغير نوع الافكت اللي عم بيحصل معاي على الاوبجكتس اللي احنا بدنا اياهم، وانا عم بشتغل على هذا الاوبجكت يمين يسار up or down انا عم بحصل على الافكت المطلوب. طب اندو مرتين ونرجع على سنتر، لو حركنا السنتر عم بلاحظ برضه عم يعطيني سنتر الافكت اللي انا عم بشتغل عليه، عم بغير لي اياه، وبنلاحظ انه بتختلف نتيجة تحريك سنتر الافكت عن تحريك البوكس كامل اللي بمثل لي الافكت على الاوبجكتس اللي احنا عم نشتغل عليه.